الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، كيف حالكم؟ تستمعوا معي، السلام عليكم. هيا نستمع كلاما عربيا، هيا نتعلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحترم الحكماء العادلون والمؤلمون والمؤلمات والمشاهدون والمشاهدات الأعزاء، اسمي أينور سوفيا بنت سيف البهري من الصف السادس. أنا تلميذة مجتهدة وجميلة. بلادنا وإني بلادنا نظيفة، بلادنا شهيرة، ماليزيا جميلة، في كل عام أتجول في المدينة، أتجول فيها. يا أصدقائي، ماليزيا بلد تتكون من 200 مجموعة أراكية. الوحدة أعمال مهم في البلاد، فيها 14 بلاد. أريد أن أخبركم في كوالالمبور. سافرت إلى كوالالمبور مع أسرتي في الأسبوع الماضي. انطلقنا من مطار بولاو بينانغ الدولي إلى مطار كوالالمبور الدولي في الساعة 9 صباحا، وهذا المطار كبير جدا. ما أرقم هذا المطار، ولم أشاهد مثله أبدا. تجولنا في العاصمة في الأول النهر، وزرنا بعد ذلك المسجد الوطني. شعرت بسرور وفراغ، أتمنى أن أتجول فيها يوما آخر بإذن الله. تعال إلى ماليزيا، هيا نسافر إلى مكان رائع، نأكل نسي دجاج في ترنغانو، نأكل كروكوليكو في كلانتان، نأكل كلابيس في سراواك، نأكل إيكام باتين في باهام. يا أصدقائي، هيا نذهب إلى ملاكا، هيا نعرف عن البطل توا جبال كستوري لكيو، ثم نذهب إلى قده نعرف عن ماسوري، أسطورة مشهورة في لانكاوي. مرحبا إلى ماليزيا، ما أجمل بلادي. السلامة أولى، ندعو الله لكم في السلامة والأمان. أتمنى كورونا فيروس أن ينتهي أبدا. كما قال القدماء، إن السفر توسيع للناس وتسويد للخبرات. يا زملائي، نستفيد من هذا الكلام. أولا، نعرف الأماكن الرائعة الموجودة في بلادنا. ثانياً، يزيد الخبرة النافعة من خلال السفر. شكراً جزيلاً على حسن استماعكم وانتباهكم، وبالتوفيق وهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.